تقرب العبد إلى الله بالنوافل سبب لمحبة الله للعبد، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا سبب آخر. يعني لو الآن لخصنا ما هي فائدة سنن الرواتب، نقول: تكميل نقص الفريضة، واحد، تهيئة لصلاة الفريضة السنن القبلية، اثنين، سبب لدخول الجنة، ثلاثة، سبب لمحبة الله للعبد، أربعة. والسنن الرواتب وإن لم تكن واجبة حسب الحديث، هل علي غيرها؟ خمس صلوات كتبها الله على العباد في اليوم والليلة؟ قال: لا، إلا أن تطوع. السنن الرواتب وإن لم تكن واجبة ولا إثم على من تركها، إلا أنه يلام. يعني لو واحد ما يصليها يذم. ليه؟ لأنه تشعر بقلة دينه وتهاونه. يعني كل هالأجر العظيم في هذه وكل هذه المزايا وثم الواحد يتخلى عنها، إيش معناها؟ يعني غير مبالي بكل هذه المزايا، معناها في دينه شيء؟ يعني ما هذا؟ ما هذا؟ ولذلك لما سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عمن لا يواظب على السنن الرواتب، فأجاب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. ما تقبل شهادة تارك الرواتب بإطلاق، ما يركع ولا عنده أبدا ولا سنة راتبة.